قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. أحسن الله إليكم. هل الأدعية النبوية الثابتة في أذكار طرفي النهار هل تعتبر رقية بدل المعوذات؟ وما المشروع في الرقية، أن تكرر صباحا ومساء أو قبل النوم أم عند الحاجة؟ الرقية هي الدعاء، هي القراءة على المريض أو على الإصابة، هذه هي الرقية، القراءة على المريض أو على محل الإصابة. أما أذكار الصباح والمساء فإنها تحصن بذكر الله عز وجل، ولو لم تكن مريضا، ولو كنت من أقوى الناس أنت بحاجة إلى الأذكار الصباحية والمسائية. ففي فرق بين أذكار الصباح والمساء وبين الرقية. نعم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.